الأسد واحد من أهم الحيوانات، أول ما تبص له تحس إن هو ليه هيبة زي كلمة يكون واحد ليه كلمة مسموعة. والأسود بيكونوا نوعين، أسود أفريقية وأسود أسيوية. والأسود بتعيش في مجموعات كبيرة من العديد من الإناث والعدد القليل من الذكور، ودايما بيكونوا موجودين في موائل السافانا والموائل العشبية، وفي مجموعة منها بتكون قليلة بتكون في الغابات والأشجار. أهلا وسهلا بكم في قناة لايت لايف، هنتكلم عن حياة الأسود. الأسود بطبعها بتكون حيوانات مفترسة، ومن المعروف أن الأسد بانسر هو أسد شمال أفريقيا، وهذا النوع من الأسود بيوجد في مصر وتونس والمغرب والجزائر، وحاليا قد انقرض بسبب الصيد العشوائي. تم قتل آخر أسد في عام 1920 في المغرب، والأسد البربري أو بانسر هو واحد من أكبر الأسود الفرعية، ويصل وزنه إلى 200 كيلو، ويتراوح عمره أو مدة الحياة اللي بيعيشها الأسد من 10 إلى 14 عام، ويكون في حالة الأسر بيصل عمره إلى 20 عام. الأسود اللي في غرب أفريقيا المهددة بالانقراض أو الأسد السنغالي هو واحد من أصغر أنواع الأسود في أفريقيا، ويوجد حاليا منه 1800 أسد منتشرين غرب أفريقيا. كمان عندنا في أماكن وبلاد كتير أنواع كتيرة من الأسود، منها الكونغو الديمقراطية الأسد مهدد بالانقراض، ويوجد أسد كاتنجا، ويوجد في أنجولا وزامبيا، ويصل وزنه 140 إلى 240 كيلو. بلاد كتير أنواع كتيرة من الأسود، منها الكونغو الديمقراطية الأسد مهدد بالانقراض، ويوجد أسد كاتنجا، ويوجد في أنجولا وزامبيا، ويصل وزنه 140 إلى 240 كيلو. يوجد في شرق أفريقيا أسد الماساي. بالنسبة للأسود الأسيوية، وهي بتكون أصغر من الأسود الأفريقية، حيث يصل وزن الأسود من 160 كيلو إلى 190 كيلو، أما بالنسبة للإناث فبيصل الوزن من 110 إلى 120 كيلو. اللي بيميز الأسد الأسيوي في شكله بيكون ليه طية طولية من الجلد على طول جسمه. بالنسبة للون الأسد الأسيوي بيميل إلى اللون المحمر أو اللون الأسمر المصفر. والأسد الأسيوي لديه نمو بطيء معتدل على عكس السلالات الأفريقية. ومع الأسف وكل أسف جميع أنواع الأسود المذكورة مهددة بالانقراض. الأسد من الحيوانات الجميلة اللي ممكن فعلا نفقدها. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، فيه فكرة ورحلة بسيطة في الغابة عن الأسد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك للقناة وتشتركوا معنا. كان معكم هاني محمد في قناة لايت لايف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.